لا يوجد هناك أو لا توجد هناك قوات أمريكية قد دخلت إلى محافظة نينوى عبر الحدود الموجودة مع دولة سوريا أو جمهورية سوريا، لا لمنطقة سنجار ولا إلى منطقة ربيعة. قد سمعنا بأن هناك دخول من قبل القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا عن طريق منفذ سحيلة باتجاه محافظة دهوك. أما بالنسبة لوضع العام بالنسبة لدخول القوات إلى الدولة العراقية بشكل عام وحتى إن كانت إلى محافظة نينوى، فبالتأكيد يجب أن يكون هناك تنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية أو رئاسة الوزراء في هذا الأمر. ونحن كمحافظة نينوى وكحكومة محلية هذه الأمور تأتينا من خلال الحكومة الاتحادية، وأيضا يجب أن يكون هناك تنسيق مع قيادة عمليات نينوى فيما يخص دخول القوات الأجنبية أو خروجها أو تجوالها في ضمن الحدود الإدارية لمحافظة نينوى. بالنسبة لموضوع أن تكون هناك قد تكون بعض الحساسية أو الأمور التي لا يحمد عقباها من قبل بعض الفصائل الموجودة أو القوات العراقية الموجودة كالحشد الشعبي التي هي تعتبر من أحد القوات العراقية الرسمية، فهذه تعود إلى القيادة العامة المشتركة الموجودة في بغداد، وهذه بالتأكيد نحن يجب أن يكون هناك تنسيق لأي قوة أجنبية متواجدة مع الدولة العراقية أو مع الحكومة المركزية في بغداد.